وللاطلاع على التطورات الميدانية ينضم إلينا مهند الفلاحي من ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية. مهند، أهلا بك. يعني ولاية كبيرة من حيث المساحة وأيضا عدد السكان، ضعنا في صورة الانتخابات لديك. أهلا وسهلا. طبعا ولاية ماريلاند ولاية تقع على الجزء الخلفي للعاصمة واشنطن، وهي محاذية لولاية فيرجينيا، ولذلك انتقلنا بالسيارة لمدة نصف ساعة إلى هذه الولاية. هذه الولاية يسكنها غالبية من الأمريكيين من أصول أفريقية، لكنها ولاية متنوعة فيها الكثير من الأعراق والجنسيات. الولاية لها 11 مندوبا في المجمع الانتخابي، ولذلك تعتبر ولاية مهمة ومهمة جدا للغاية في التصويت. عادة ما تصوت هي هذه الولاية إلى الحزب الديمقراطي، لكن اليوم كما تعلمون هذه المنافسة مختلفة، الأمور محتدمة، قد يتغير الصوت في ولاية ماريلاند من الانتماء الديمقراطي إلى الانتماء الجمهوري. معي اليوم هنا مباشرة أحد الأمريكيات المتطوعات التي تعمل في هذا المكان لمساعدة الناخبين. هاي، هاو ار يو؟ هاي، جود، هاو ار يو؟ Can I ask you what are you doing today here? I'm volunteering, so I'm handing out sample ballots to people. نعم، هي تقول إنها مساعدة تقوم بإرشاد المواطنين إلى مركز الاقتراع وإلى حيث يمكن أن يصوتون. Can you explain more about your job? Yes, so I'm working for the Republican Party, and we have a sample ballot that shows our preferred candidates, and we hand it to voters as they walk up to vote. So just to sort of people that have questions or they're not sure who they want to vote for, these are the Republican candidates. نعم، هي تقول إنها تنتمي للحزب الجمهوري، وهي تقوم بإرشاد الناخبين الذين يرمون التصويت إلى دونالد ترامب وإلى أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس، أعضاء مجلس النواب أيضا، وأيضا إلى موضوع الحاكم. هي تعطيهم الأوراق بأسماء هؤلاء المرشحين لهذه الولاية ولهذه المقاطعة، ولذلك هي يعني متطوعة بدون أجر، وبدون هي متطوعة للعمل مع الحزب الجمهوري. I have another question for you. Are you voting today or not yet? I have already voted. You vote early? Yes, I did vote early. هي صوتت بالانتخابات المبكرة. I don't need to ask you for who you are choice, but what are you looking from the next president? Well, I would say my main concerns are the economy and having a secure border. So that's what I'm voting for. I have, you know, 4 children, so I'm looking for, you know, what kind of country I want to leave to them and what direction the country's going to go so that they have a bright future and have as great a life as I've had. نعم، أنا سألتها لمن، لن أسألك لأي مرشح صوتي، لكن سؤالي كان لها ما الذي كنت تريدينه من الرئيس القادم، فقالت أول شيء أبحث عنه هو موضوع، نعم أكيد بالتأكيد هي صوتت لصالح ترامب، لكن هنا القانون كما تعلمون لا يحق لنا السؤال إلى أي جهة صوت، ولذلك نحن نلتزم بالقوانين. هي قالت أني صوت للمرشح الذي أراه يعمل بشكل جيد بالنسبة للموضوع الاقتصادي، وأيضا هي صوتت لحماية أطفالها حسب تعبيرها، وحماية الأطفال يعني هي تأخذ بعين الاعتبار أن المحافظين من الحزب الجمهوري يعملون على حفظ موضوع الأطفال والمثلية والموضوع العرقي إلى آخره. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you. Have a great day. نعم، أعود لكم زملائي. نعم. يعني إحنا كما استمعتم لها هذه واحدة من المتطوعات. نعم، نشكرك جزيل الشكر مهند الفلاح. في شكرا شأن جزيلا آخر لك. في شأن آخر يعني نعم. أحب التنويه في على عجالة لو تكرمت، تفضل. هنالك
نعم، هنالك بيان آخر صدر من الحكومة الأمريكية وتحديدا من العاصمة واشنطن، أكدت فيه بأن جميع الأمور تسير باتجاه الأمن الصحيح، وأي مخاوف أمنية لا تحصل، وأن الأمور والحرس الوطني نزل إلى الشارع والأمور تحت السيطرة، وهم يحثون المواطنين على عدم الاستماع للأخبار الكاذبة الذين قالوا إنها تأتي من الخارج ومن خارج الولايات المتحدة. نعم. لأسباب يعني سياسية والتشويه الانتخابي. نعم. نعم. نشكرك جزيل الشكر مهند الفلاحي مراسل التغيير، كنت معنا من ولاية ميريلاند.